ربما كيف كنتابعوا الان فجوج ديال الفرق اللي عندها حضور على مستوى الحلقه تبع الكره فرصه اماميه خطيره. هدف للنادي القنيطري، الهدف الاول في هذه المقابله، فرحة كبيرة بطريقة مباغتة في الخمس دقائق الأولى كيجي الهدف الأول للنادي القنيطري. هذا رد الفعل ديال الجماهير ديال النادي القنيطري، فعية هنا الدخول داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك. كنتابع المحاولة، فرصة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء. هدف يقلب الطاولة. هدف جاء بطريقة جميلة، هدف جاء الآن المؤطر الزيدي الذي قدم هذا اللاعب بشكل كبير صراحة في فريق